سمعنا إشاعات كثيرة عن الفيس آي دي، خلونا مع بعض نجرب ونشوف منها إيش صدق وإيش لا. طيب لو تو كيف بس عيدي ها صدقني ما فيك صدقني افتح خلصت تفتح هاي انا ارجيك الحين صدقني افتح ما تقدر اوكي جهازك والله فتح هذه كانت تجاربنا مع الفيس آي دي. انتوا بعد ورونا تجاربكم مع الفيس آي دي. يعطيكم العافية على المتابعة ونشوفكم بإذن الله في فيديو قادم. مع السلامة.